مرحبا، شو هاي الرسمة الحلوة اللي عم ترسميها؟ تعرف شو؟ بكرة بس ارسم هاي الرسمة برا بوقت الناس رح تحبها، لأنه هاي الرسمة في إلها قيمة كتير كبيرة بالنسبة للي بيحبوا الفن. اي ماشي ماشي، فهمت عليكي، بس هلأ فوتي لجوا لأنه عنا شغل كتير. طيب ماشي عمو. شو في عنا شغل أختي؟ أنا خلصت كل الشغل هون. شكراً كتير، فوتي شوفي الحلو بالمطبخ. ايه يلا. مو معقول كل هذا الشغل اللي اشتغلناه ولهلا ما انجزنا شيء؟ يلا بسيطة، خدي وهدول كمان. ها شو عم بيعمل صهرنا بالساعة؟ شكله عم بيخرب الساعة بدل ما يصلحها. بس ما تكون مرتك هي اللي عم بتعاقبك. ها ساروجا بدي تحطي هاي مع الاغراض اللي بدنا نعطيهم لصهرنا لو سمحتي. تكلم. هاي القطعة بتكون من جدة لأورمي، معمولة من الفضة، ورح تكون هدية جدة لأورمي بمناسبة زواجها. ماشي. أمي شو هاد؟ انتي ما ورجيتيني من قبل على فكرة، شو هو؟ هاي القطعة في إلها قيمة كبيرة بالنسبة لإلنا، ورح تكون هدية بمناسبة هذا الزواج. وين الاغراض؟ أنا طلبت منك خيطان قطن، نسيان تجيبهم، ما هنون هون. ايه يمكن شكلي نسيتهم، بس انا طلبت من المحل زينة حلوة ورح يوصلوا اليوم. انت لا تاكلي هم ابدا، رح زبطها. طيب شو قصدك انه انت رح تزبطها؟ اه اليوم خطبت بنتنا وما عاد نلحق نشتغل، وانت قال بدك يعني ما اكل هم، هي اول حفلة من الحفلات اللي قبل العرس. شو هالاستهتار يا ابني. خلص انا بحلها، رح اشتريهم. قولي لي شو بدك، اكتبيهم على ورقة وأنا بروح بجيبهم. أعطيني الورقة لهون، هاتي يلا. استنى، طيب أنت كيف بدك تروح على السوق هلأ؟ صار وقت يوصل القطار اللي جاية فيه تريشا، بدك تجيبها. أنتي ما تخافي، بنتي قوية وكمان قد حالها، إذا أجت لحالها من آخر الدنيا. معقولة ما تعرف تجي من المحطة؟ أنتي ما تاكليهم، خلص أعطيني. اتركها لا خلص، أنت ارتاح، شرب لك كاسة شاي، أنا هلأ ببعت حدا تاني غيرك. طيب ماشي مثل ما بدك. ماما تفضلي. أمي هدول لهم، غراف رح أخذهم. أنت لوين رايح؟ بابا أنا ما رح طول، بس في عندي اجتماع عمل صغير وبدي أعزم شوية عالم. ابني خود إجازة من الشغل، أكيد بيعزروك، في عندك مناسبة اليوم. نحن عاملين حفلة وهي مشان عرس أختك وأخوها الوحيد، مو موجود كمان. ستي أنا ما رح طول كتير، بس رح غبلي شي ساعتين وارجع لهون على السريع. أنا كلهم بعلب. أنا رح أتزوج باللي بحلم فيه، وطبعاً كل أهلي رضيانين عني، وكمان هو عيلته كتير منيحة، حاسة إنه مو ناقصني شي. بس عندي أمنية واحدة، هي أمنية أخيرة بصراحة، ما في داعي إني أطلب هاد الشي، بس رح أطلبه. بدي مع محبة زوجي إنه يحترمني كمان، بدي يكون أنا الأحلى بنظره. كل اللي بدي إياه تكون علاقتنا مثال عن الحب والثقة، ونقدر نكون فخورين ببعضنا ونتحمل كل أخطاء بعضنا بدون ما يصير زعل، ونكبر مع بعض ونكون أحلى زوجين بالدنيا. هي أمنيتي، أنا ما كان بدي أقول هدول كلهم، بس حسيت إنه رح يتحققوا، رح كون قد المسؤولية وساعد زوجي. صحيح؟ شو حكيتي؟ أنت من كل عقلك قاعدة عم تتمني كل هالوقت؟ طيب إيمت بقى بدهم يخلصوا كل هالأمنيات؟ الوقت عم يمر، يلا خلينا نمشي. أنتي مو معقولة أبداً يا أنوشكا، معقولة ما أكون ممنونة للأمنيات اللي تحققت؟ إيه آه؟ طبعاً، بس أنتي ما كنتي عم تتشكري، أنتي كنتي عم تطلبي طلبات جديدة فوق القديمة. اطلعي على الشجرة، كلهم مربوطين مع أول حرف من اسمك، قضيتي نص حياتك وأنتي عم تربطيهم، وكمان هلأ رح تضيفي فوقهم أمنيات. طيب وين المشكلة يعني؟ بكل الأحوال ما عم بعمل شي مهم، كل الوقت وأنا قاعدة. أورمي تريشا كانت على أساس تجي، بتكون وصلت هلأ. ايه صح، قديش الساعة؟ القطار تبعها بيكون وصل. تاكسي؟ عفوا خدني على رايمي نجار. تفضلي. قديش بدك؟ بدي 100. قلت 100؟ أنا بروح على المحطة ب80 وأنا سبق ودفعت 20، بدي تاخدني ب60. بس شكلك ما بتعرف إنه الأسعار ارتفعت، بدي 100 من الآخر وغير هيك تصطفلي. رح إذا بدك أنا بوصلك. لو مكانك بوصلها ببلاش، ولو بتوافق كنت أخدتها معي فتلة. والله أنت خليتيني اندم إنه ما اشتغلت شوفير تاكسي. ليك شو هالجمال، ردي علينا يا حلوة، أنا ليش ما اشتغلت شوفير تاكسي؟ شو قلت؟ أنت ما بتستحي على حالك؟
ليش بشو غلطت معك يا أنسة؟ شو رأيك اشحطك على المخفر؟ هنيك رح اسمع صوتك وانت عم تصرخ لما يضربوك. لك مستعد انه ينسلخ جلدي كرمالك. ايه كرمالك. شو عم يعملوا هدول؟ شوفي شو عم يصير؟ في بنت عاملة كل هالعجقة يلي قدامك هون. خلصنا بقى بعض. شو صاير هون؟ شو عم يصير لحتى كل الناس مجتمعة؟ خير شو القصة؟ أه طيب هدول عم يزعجوني كتير. هني عم يحكوا حكي بلا طعمة. طبيعي سمعوكي حكي. إذا بدك تمشيلي بالشوارع بهي الثياب شي طبيعي الشباب يزعجوكي ويضايقوكي بهالطريقة. شو قلت؟ إيه تحرك. بس أنت شو عم تحكي؟ أنا ما توقعت هذا الحكي منك. أنت كيف تحكي ليك؟ اسمعيني شوي. لا تعملي لي فضيحة أكتر من هيك هون. خلصنا. هن سمعوكي حكي وأنت ما قصرتي بحقهم كمان. خلصت القصة. يلا كل واحد على شغله. كل العجقة بسببك انتي. خدعت فيك. كنت مفكرتك انك غيرهم، بس بالحقيقة انت ما بتفرق عنهم بشي ابدا، بس لابس بطريقة مختلفة. بس عقلك اصغر من عقل هدول اللي هون. كنت مفكرة انك رح تدافع عني، بس حضرتك بس اذا دافعت ما رح اكسب مقعد بالبرلمان. شو بدك تعملي؟ وليش لحتى دافع عنك بعدين؟ اه بدك تكوني متحضرة؟ بدك يكون في مساواة بين الرجل والمرأة؟ لكن تفضلي انت دافعي عن حالك. سمعتي؟ بدك تكوني متحضرة ومتقدمة. لا تتوقع يجي حدا يدافع عنك بنوب. تفضلي من هون. يلا يلا لشوف. تحركي. يلا يلا على شغلكن. بنتي انت هلا شو عم تعملي؟ مين قالك تشتغلي؟ تركي، حدا غيرك بيشتغلن. مسكي خدي هاي، حطي منها على وشك وروحي ارتاحي لك شوي. ستي ما بدي هلا. حطيت بقلبها لوز وفستق حلبي وبراعم الورد، كله هاد مشان اعمل هالخلطه. حطيها على وشك وشوفي كيف رح يصير عم بيضوي بعد ما ينشف. شو مو شايف؟ كأنه ضربك العمى. طلع قدامك منيح. تريشا وصلتي؟ تريشا من شوي كنا بسيرتك وهلأ اجيتي. تريشا وين كنتي يا خانم؟ وين كنتي كل هالوقت؟ ليش تأخرتي علي؟ كنت ناطرتك على نار. ليه تأخرتي؟ ألف مبروك. شكراً. كأنك مو رايقة. ليش مو على بعضك بنتي؟ شو بدي قلك؟ بنص الطريق تعطلت فيني التاكسي وكنت عم اطلب تاكسي تانية، واجوا ثلاث شباب غلاظ وقفوا جنبي وصاروا يحكوا كلام كتير سخيف وبشع. ولا شو الشعب مو متحضر ولا بيتحرك؟ الشباب عم بيزعجوا البنات ويحكوا حكي بلا طعمة بنص الطريق، بس ما في حدا بالشارع اعترض. بالأخير العالم كلها اجتمعت حوالي، ومن بين هالعجقة اجا شاب مرتب مبين محترم، وقلت لحالي رح يوقف معي. بس بدل ما يوقف معي بلش يعيط علي. كيف؟ ايه قال لي بتيابي هدول الكل رح يزعجني. خانم انت عم تجيبي المشاكل لحالك. هيك كان عم بيقول لي. مثل هيك نمرة انا متأكدة انه هن ما بيحترموا النسوان اللي ببيتهم. اذا هيك فاكيد حياة هالنسوان رح تكون عذاب مع هالرجال. ساروجا عطيها مي وشي تاكله. مبين عليها جوعانة وكتير تعبانة. وانتي بنتي في عنا عرس بالبيت نحنا، خليك كتير رايقة وبتسمي. حاضر. هلأ شيلونا من هالسيرة هاي.
وخلصيني تعالي فوت لجوا. بدي احكي معك كتير شغلات. شوقتيني كتير. لك شو سبب هدول جنو شي كتير طيب. لكي هاد مو حلو؟ هاد الساري لأورمي؟ ايه؟ عن جد كتير حلو. رح تطلعي مثل الأميرة أورمي. بصراحة انتي رح تطلعي بتجنني، بس لازم تستحي على حالك وتخليني شوفه لصهري بقى. أكيد معك صورة إلو. موبايلك وينه؟ جيبي؟ لا. ليش لا؟ رح ورجيكي. أنا لقيته. وينه؟ يلا استني. لا ما بدي تشوفيه. ليش؟ أنا ما بقدر إجي غير على الحفلة، ما عندي وقت بالمرة. وبما أنك تأخرتي ادفعي لي إذا بدك تشوفي، بس الأحسن إنك تستني للحفلة وتشوفي. ما بيصير هيك، ما أنا كان عندي امتحان. ليكي يا عروس يلا ورجيني الصورة، وإلا هلأ أنا رح أمرض وما رح أحضر عرسك. ليكو ليكو كتير حلو، صهرك بجنن وشكله أوه كتير جذاب. تريشة أختي قلي لي شو جبتي لي هدية؟ جيبي اللابتوب من عندك لو سمحتي. استني. اختي قولي شو؟ استنوا بقى رح ورجيكم. الصبر يا بنتي دائما بيجيب نتيجة. ورجيني. بس شي كتير حلو بصراحة. شو صار؟ أكيد ما عجبك. أنت ما رح تتغيري. شو هذا يا تريشا؟ اسمعيني شوي قلك شغلة. أكيد ما حدا بيكون فكر بهيك هدية. مضبوط كلامك. بس ستي خدي هاي، بس ما تنسي أنا عطيتك المفاتيح لإيدك. طيب ماشي، أنت روحي اشتغلي شي شغلة بسرعة يا زلمة. شو عم تعمل؟ لسه عنا شغل كتير. حاضر. طالعة عن جد بتجنني صدقيني. اليوم صهري رح ينصدم بجمالك لدرجة ما رح يحملوا رجلي. عن جد انتي طالعة مثل الأميرات. مو معقول جايبين فرقة معهم حتى بهي المناسبة كمان. ايه هن عالم كتير مرتبين. اختي صهري لك وصل. وصل؟ تعالي انتي لبسية الأساور يلا بسرعة، أنا رايحة بدي شوفه. ما عاد قادرة استنى. رح اشوفك انتي معك معقول. كيف بتتركيني بهيك لحظة مهمة؟ خلص بقى اثبتي بكرهك. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا. شكرا شكرا يا بنتي. شكرا. أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا. لا لا ما في داعي يا بنتي. هيك لكن يا ست أورمي، هذا هو اللي رح يصير صهري؟ تريشا حبيبتي انتي شفتي لصهري شي؟ شفته. تريشا قليلي شو رأيك؟ يعني شو قصدك؟ انا قصدي انه قصدي يا خانم انه حضرتك اخترتي لشريك المثالي. خلص روقي، يعني هو كتير حلو. شو صار لك صايره لقيمه وما عاد بدي احكي معك. انا اسفه يا حلوه، الشخص اللي اخترتيه يكون شريك حياتك كتير ظريف. انا كتير مبسوطه مو مصدقه هالشيء. طيب وانا كمان. ايه تعي اختي. ايه فيكي تنادي لأورمي؟ ايه يلا رح نادي لفورا. طالعة حلوة. تعالي بنتي. أهلا بنتي. شكرا. شكرا يا بنتي. أختي يعني
إذا سهري خلص حكيه على التليفون ناديله ليفوت. تكرمي إختي. قولي له إنه هاي حفلته ما بيصير يخلي العروس تستنى هيك. مو مشكلة ما تاكلهم، أنا جبتهم كله. تفضلوا. وهي إجا سهركم. اتفضل ابني. أهلا وسهلا. شكراً كلك زول. هلأ هاد هو العريس؟ هاد هو اللي رح تتجوزي؟ أول شي لازم واحد منكم يجي يحط الطرحة على رأس العروس وبعدين فينا نبلش بالمراسم. إيه يلا جاي. مبروك يا بنتي، انبسطنا لأنك صرتي من عائلتنا، وهي الطرحة معي كمان صارت جاهزة كرمالك. تعي على بيتنا بسرعة يا عروس، نحن عم نستناكي. تفضل بارك للعروس. عن إذنك. تفضلوا. اتفضلي يا بنتي. أهلين. بتمنى تكوني مبسوطة وتضلي تبتسمي على طول وتضل صحتك منيحة. وهلأ صار دوري، يعني بضل أنا بنت حماكي الوحيدة ومالك غيري. انتبهي أورمي، هدول الهدايا إجوا من بيت حماكي، لا تفرطي فيهم أبدا، لازم تحافظي عليهم. نحن واجبنا نقدم لك هالهدايا هاي، وإنتي لازم تحافظي عليهم منيح كمان، صح حكي؟ إيه معك حق. حملهم كلهم رح يتعبك لأنه جايبين معنا كتير هدايا، مشان هيك حاولي إنك تديري بالك أنت وماشي لأنه سري طويل. شو صهري سامرات؟ نحن قاعدين عم نستنى هديتك، بس يا ترى هديتك شو رح تكون؟ أنا جبت كل هدول. ليش هدول كلهم من وين؟ اكتب اسمي عليهم يعني؟ يعني أخي سامرات ما رح يجيب الهدية هلأ، رح يهدي خطيبته بعد العرس، مخبي هدية مميزة وطبعا بطريقة كتير مميزة، مو هيك؟ أورمي قولي لخطيبك شو حاب يجيب لك؟ بصراحة سامرات ما عنده خبرة بهالقصص بالمرة، بس شوي شوي انتي رح تعلمي ويصير يعرف. وهيك خلصت المراسم. كيف خلصت بهالسرعة هاي؟ أنا لسه ما هديت شي لأورمي. إيشان؟ سامرات رفيقك فهمنا، بس فيني أفهم شو علاقتك بأورمي هلأ؟ اللي هي رح تصير مرت أخوك بعدين، مشان هيك لازم تنادي لها مرت أخي، ماشي؟ أنا ما رح إلا مرت أخي أبدا. يعني إنه ما عم بفهم، الأهل بيختاروا الاسم يلي بدهن إياه لبنتهم، بس بعد ما تتزوج بصيروا ينادوا لها بأسماء غريبة. أنا ما عم بعرف شو معناتها لهالأسماء أبدا، وهوية البنت الحقيقية بتضيع مع كل هالعلاقات الاجتماعية. بس أنا ما رح خلي هذا الشي يصير مع أورمي بالمرة.
لأني رح ضل ناديله باسمها. وهالشي رح يحافظ على هويتها ويريحها. معك حق إيشان، الاسم بيخسر أهميته وقت يتشكل علاقات جديدة وكتيرة، بس بيصير عندك هوية جديدة. بس بشو رح تفيد هالهوية إذا رح تفرقكن عن بعض؟ قبل الزواج بيكونوا مستقلين، بس بعد الزواج رح تصير مجهولة وما في مجال لعلاقة جديدة. بس يا إيشان انت خلص بقى يا بنتي، ما رح تقدري تغلبيه. يلا بقدر اعطيه اياها. ايه ايه تفضل يا ابني. يلا روح. رح اجيب الحليب. يلا أرمي، هاي الهدية إلك، بالتوفيق وتضلي سعيدة. مشان شو كل هاد؟ ايه بصراحة من هون لآخر يوم بالعرس رح نضل نجيب لكم الحليب من بيتنا، اوكي نيتنا رح تتحمم كل يوم بهالحليب المفيد هاد. ايه بنتي محظوظة كتير بهالعيلة، شكرا كتير لكم لأنكم رح تسعدوها. كتير منيح خلصت المراسم على خير. بس أنا ما رح ارتاح ليمرق العرس ويخلص كمان، معقول قصرنا؟ ذكروني يا ترى في شي ناقص وأنا مالي متذكره؟ بشو بدنا نقصر؟ أكيد ما في شي ناقص، شو بدنا نجيب لسا؟ طيب خلص قلي شو بدك تبعت لهم وأنا بدبرها، ما رح يوسعوا عندهم بالبيت. ايه معك حق يا ابني، كل هالهدايا رح تفاجئهم وما رح يصدقوا اللي عم يشوفوه. جابوا لنا كتير شغلات، يا ترى قديش صرفوا مصاري؟ كل شي في منه قطعتين. وهلأ انت كمان جهز لحالك، لازم نرد لهم ياهن وبنفس القيمة هي. ايه صح معك حق، يعني مشان نكبر بعين بيت حماها لأرمي لازم نرد لهم الهدايا وما نقصر ولا شغلة. لا مو هيك عمي، انتو ما قصرتوا بشي، عملتوا الواجب وزيادة، وهداياكن بصراحة كانوا كتير حلوين. سامرات محظوظ كتير لأنه هالعيلة الحلوة بيت حما. ايه إيشان انت معك حق، بصراحة قلبن كتير طيب يا بابا. ايه كنتي اعطيني جزداني خليني شوف شو حطولي فيه. يلا يلا شو هاد؟ بس حطولي هدول يعني؟ أعطيناهن قد هالمبلغ بعشرين مرة. ايه مزبوط، بس ما في غير فستان العرس كان غالي مرت عمي. فستان العرس كتير حلو شكله غالي. تعالوا شوفوا. معك حق، حلو وتقيل كمان. ايه مزبوط مو هيك؟ شو رأيك؟ كيف أختي الرقيقة رح تلبس فستان تقيل كل هالقد هيك؟ شي أكيد رح يلزم حدا يساعدها فيه مزبوط؟ أخيلك بلاش حلل. طيب ماشي خلص سكتت. شو في هاي؟ تعي لهم. قلت لي تقيل لكان ما؟ أختي الحلوة كبرت ورح تتجوز الأمير تبعها. طيب أنا إذا عليكي ما تغلظت على مين بدي أتغلظ؟ أنا رح أشتاق لك كتير. يعني بعد كم يوم رح تروحي على بيت حماكي، بس ما تفكر اني رح بطل اتغالز عليك اخي.
لأني رح ضل جنبك عطول. وما رح حل عنك بالمرة. بس تجي أرمي على هذا البيت رح تجيب معها سعادة وفرحة رح تغمرنا. متأكدة كل اللي بدي إياه من أول ما جيت على هذا البيت إني شوف ابتسامة سامرات شي مرة، وهلأ بس تجي أرمي رح تجيب الفرحة معها ورح نصير نشوف الابتسامة على وشك. بتشوفوا بس تجي أرمي رح يصير سامرات غير هيك. أنا مو رجل كرسي ليجي حدا يغيرني، ما حدا بيقدر يغيرني، أنا مثل ما أنا وما حدا ممكن يغيرني حتى لو كانت أرمي. يا جماعة سامرات بيكون أخي الوحيد وإجا طلبات زواج كتير كرماله، والأكتر من هيك البنات كلهم جانين عليه، هو رجل أعمال شغيل كتير وحلو، ما حدا بيشوفه إلا وبيقول شو هالشخصية الحلوة والكل بيموتوا عليه. هالشي مو غريب أبدا، يعني وقت نحن مندور على عريس لبناتنا منطلع على راتبه وعلى شكله وعيلته ومنفترض من عقلنا إنه كل شي رح يكون منيح والمستقبل رح يكون ممتاز. بس كيف رح يكون من جوا؟ كيف طبيعة تعامله؟ هذا الشي ما حدا عم بيفكر فيه. شو قصدك تقولي تريشا؟ مستحيل تقدري تلاقي عيب واحد قد ما عذبتي حالك ودورتي بأخي سامرات. كل اللي كنت عم قوله هو إنه لازم يكون شخص منيح ليفرحها لأرمي. المصاري ومكانة الشخص بالمجتمع مو أكتر من وسيلة، ومشان هيك عم قول إنه العريس لازم يكون قلبه طيب. يعني المفروض يكون في احترام متبادل بيناتهم، هيك بتكون أحسن أنواع العلاقات. تريشا أنت ليش طلعتي لبرا؟ ليكون سامرات ما عجبك يعني؟ ايه. شو؟ ما عجبني، فكرت إيشان هو سامرات لهيك كنت مبسوطة، بس أنا لما عرفت أنه هذا سامرات ما فيني أوصف لك قديش انزعجت. أنا ما كان قصدي زعلك أرمي، بس بصراحة متأكدة ما رح تكوني مبسوطة معه. كيف بدك تعيشي مع واحد ما بيحترم المرأة؟ لك أرمي هذا الشاب ما عنده جنس الإنسانية بالمرة، هو وأهله مفكرين بيشتروا العالم بالمصاري، هذا الرجال ما بينعاش معه ولا يوم. تريشا أنت ليش هيك عم تحكي عنه؟ أنت على أي أساس عم بتقولي هيك؟ لأنه هو نفس الشاب اللي شفته اليوم مع الزعران بالشارع. أرمي أنت مستحيل تكوني مبسوطة معه، وبأكد لك شو ما صار سامرات مو لإلك. أرمي أنت مستحيل تكوني مبسوطة معه، وبأكد لك شو ما صار سامرات مو لإلك. كيف رح تعيشي مع واحد ما بيحترم المرأة؟ هو وأهله مفكرين بيشتروا العالم بالمصاري، هذا الرجال ما بينعاش معه ولا يوم. رح أبعت رسالة لسامرات. شو رح يفكر؟ لا مو حلو أبعت له رسالة بهالوقت. بتمنى ما تكون تعبان بابا لأنك تأخرت اليوم بالفئة. ايه ابني بصراحة فعلا أنا مبارحة كنت تعبان شوي، بس أنا هلأ كتير متحمس مشان عرس ابني، ويمكن لولا هيك كنت لساتني نايم بالفرشة. تستاهل، هاي عادتك، كم مرة قلتلك مشان تروح عند الدكتور بس انت ما عم ترد علي. دي وكار ابني، بدي اياك
تاخذ أبوك اليوم على الدكتور. أنت لا تاكلي هم ماما، اليوم رح أخذ بابا على الدكتور. تفضل. جهز حالك بابا، ها رح نروح أنا وياك سوا. شو أستاذ؟ شو هاد كله؟ شو لوين رايح من الصبح؟ أنت رح تتزوج، متذكر هالشي؟ شو يعني وإذا رح أتزوج؟ كمان الشغل مهم. بالنهاية أنا عندي مسؤوليات كبيرة وماني فاضي بنوب. لمين بدي أترك كل هالشغل؟ ولا لتكون مفكر الشغل بيمشي لحاله. أنتوا خليكن قاعدين ومرتاحين هيك، وخلوا الشغل والتعب كله إلي. صحيح مبارح أنت وين كنت؟ إيه مزبوط، مبارح كان عندي كتير شغل عن جد؟ مهم. لهيك أنا طلعت بكير. شو شوي. هو؟ الشغل هو على حد علمي إنه الشغل المهم هو الأوتيل، ما؟ شو كان عندك شغل أهم من هذا الشغل؟ ايه تذكرت، انا بعدته يجيب لي دواء لاني كنت محتاجته كتير. بتعرف لو لا كنت انا رح موت. ايه شو مو عارفان شو صار؟ اجيت الصحة مبارح وفتشوا، اتفقدوا مطبخ الفندق وانت مانك موجود. كتير حلو، ما بيصير تتصرف بهالطريقة مرة تانية. بترجاك تعبت كتير لعملت هذا الأوتيل، يا ريت تحافظ عليه. تفضل كل. بابا انت ليش لحتى تاخد اخي معك على الدكتور؟ هاي السيارة موجودة والشوفير موجود كمان، فيك تروح لحالك. ضروري تاخذ معك حدا مرافقة يعني؟ قل لهم سامرات ابني وشوف كيف كل الدكاترة رح يهتموا فيك. كل شي تحت تصرفك، يعني انت فيك تروح لحالك. ولا بتحب ابعت معك موكب كمان؟ ايه صح، سامرات معه حق، ليش لحتى تاخذ ديوكار معك؟ هو بيكون عنده شغل، صح ابني؟ ليك استنى على القليل اشرب العصير. خليهم هنن يشربوه، سدت نفسي. ابني طلع يا عروسة عالكرم نقي عنب، وطلعت العروسة عالكرم طاب العنب، ومحلاها العروسة. طلع يا عروسة عالكرم نقي عنب، وطلعت العروسة عالكرم طاب العنب، وطلعت العروسة تنقي عريس ضحك للهوى. هو وأهلهم فاكرين بيشتروا العالم بالمصاري، هذا الرجال ما بينعاش معه ولا يوم. اطلعي يا عروسة عالكرم نقي عنب، تسلم لي هالصبية اللي كبرت وصارت عروس. ستي ها، معلي أسألك سؤال شاغلني؟ ومحرزة تسأليني يعني؟ أحكي دغري، قولي ولا يهمك. جدي كان يحبك كتير ما هيك؟ ستي جاوبيني. ايه كان يحبني. وجدي كان يحترمك ويقدرك مو هيك ستي؟ بنتي عاداتنا وتقاليدنا بتقول انه المرأة هي اللي بتحترم الرجال مو بالعكس، لانه الرجال بيتحملوا المسؤولية. لهيك هنن بيستحقوا إنه المرأة تحترمهم وتقدرهم، بس المرأة المهم الرجال يستر عليها وكمان يطعميها ويلبسها ويحن عليها. ليش النسوان ما بيستاهلوا الاحترام يعني؟ النسوان كمان قدرانين يتحملوا المسؤولية. وعك بنتي، انتي المفروض تقدمي له الاحترام والمحبة، وهو أكيد ما رح يقصر معك وقتها. شوفي خالتي هي حلوة وماشيتها كتير تقيلة. ايه ايه لا لا بعد حلوة، هي مطرزة شغل يدوي، رح ورجيكي هي كمان. شوف هي، وهيك بيكون راح الملك.
فرق كبير بينك وبين رفيقك سامرات. المهم تضلك هيك، انت تكون رايق وعقلك كبير. بس المشكلة بقى بسامرات انه نحنا كلنا منخاف نحكي معه. شوف شوف كيف بيعمل وكيف بيتصرف معنا، على طول بيعيط على الكل هون. هذا الشي ما بيصير، بده كل شي يمشي على كيفه بالبيت، وإلا بيعمل مشكلة كبيرة وما منخلص كمان. بس اللي مخوفني شي واحد، مو مشكلة نحنا، بس بكرة لما رح يتجوز شو رح تكون ردة فعل مرته؟ يعني شو رح تعمل هاي المسكينة؟ هي كيف رح تقدر تتحمل طبعه؟ البنت رح تترك بيت أهلها، وهي بتكون متوقعة إنه تلاقي حدا يحتويها. لا تخاف، بكرة كل شي بيتغير، بس أرمي تجي لهون سامرات رح يتغير ويصير حنون. بكرة رح تشوف بعينك وساق فيني. عن إذنك. ألو؟ ألو إيشان؟ كيفك؟ منيح؟ أنا كتير منيح، وإنتي؟ كيفك؟ بصراحة أنا هلأ عم دق لسامرات، بس ما قدرت إني أوصل له بالمرة، مشان هيك قلت بدق لك. إلا بيكون عنده اجتماع بخصوص الشغل، بس قليلي في شي؟ أنا قصدي بقدر ساعدك بشي؟ خلاص، المهم يكون سامرات بخير. شكراً كتير إلك. يسلم. عشو يسلموا؟ ما عم تشوفي؟ ما بصير هيك، انتو ضروري تشوفوا بعض وتحكوا كمان. خلاص لا تاكلي هم، أنا رح دبر هالموضوع هاد ورح أجمعكن. ليش وقفت؟ سكوت، لا تسمعني صوتك. صار لي ساعة عم اسألك لوين جايبني، آخر شي بتجيبني على القلعة؟ جبتك لهون لأنه في اجتماع مهم، أهم اجتماع بحياتك. اجتماع شو هذا اللي بيتنظم بالقلعة؟ قلي. أرمي، أرمي بدها تشوفك هون. ليش بدها تشوفني هي هلأ؟ يا ترى شو بدها؟ الشغلة بتخصكن، أنا شو بيعرفني؟ طلعوني من هالقصة. المهم أنا عملت اللي علي هلأ وجمعتكم مع بعضكم، مهمتي بتخلص هون. يلا لازم أعطيك كم نصيحة قبل ما أروح. ليك إيشان، أنا عندي كتير شغل، مالي فاضي لهالحكي السخيف بنوب. سامرات وقف وقف، أنا رايح. وقف تاكسي، تعال معي. يلا إيشان، قلت لك عندي كتير شغل. هلأ انسان الشغل شوي، أنت رح تتزوج هلأ ولازم تشوفها لخطيبتك. طيب شو هالمكان هاد؟ آه دق إلا هلأ، يلا دق إلا، خلينا نلتقي بمكان تاني. مكان تاني هنيك بيكون في زحمة. أخي أنت لازم تتعلم الرومانسية شوي. طيب إيشان، ماشي ماشي تمام؟ ماشي خلص. ابتسامي هلأ تهينا. لازم تبتسم كرمال تحبك. موافق، خليك رايق. إيه ماشي، موفق أخي. ليك أنا طفل هاي أرمي. روح، موفق، يلا بسرعة. صحيح دق للزبون تبعك وأجل موعدك معه. أنت ليش عم تورطني؟ ماشي بس روح لعنده هلأ. سامرات شو بدك؟ ابتسامة شو جاي ضحكة أنا؟